طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نخش على الرسم ERR في البلاك بورد، تروح عند المحتوى المقرر ولا الواجبات، توقع الواجبات، هتحصل هنا الواجبات. حلو، هوم وورك اللي باللون الأزرق، عندك الملف الأول والملف الثاني والملف الثالث، الواجب الأول والثاني والثالث. إيش مكتوب؟ Please resubmit the previous two homework both in one file مدري إيه alongside the new ones. حلو، طيب هو يبغى الواجب الأول اللي أخذناه مع الواجبين الجديدة. أية الواجبين الجديدة؟ اللي هم هذول الواجبين الجديدة، هذا الواجب الجديد الثاني وهذا الواجب الجديد الثالث. طيب إيش يقصد بالواجب الأول؟ دقيقة، هنا please resubmit the previous two homework اللي هو إيه؟ اللي هو هذا. خلينا نروح هنا، التو هوم وورك يا طويل العمر، هذا الأول اللي هو خلي أولويز اللي هو هذا، يتذكر القطعة هذه، وهذا الثاني جميل اللي فيه الميرور، كان هذا الواجب الثاني. فهذا يعتبر الواجب الأول، الملفين الرسمتين هذه كأنها هوم وورك 1. حلو، يقول لك both in homework 1، تحطها كلها، تحطها في ملف homework 1. طيب ايش الملف هذا؟ هذا ملف وورد عادي، لما تيجي تحمله تحصل انه هو بس يبغاك تحط هنا اسمك وتحط هنا الرقم الجامعي، فتسوي enable editing فوق بالاصفر وتكتب هنا اسمك، وتجي هنا عند الفراغ تضغط تكتب هنا رقمك الجامعي، وبعدين تحفظ له اياه، تروح عند فايل بعدين save as. حلو، هو هذا ما توقع حيكون عندك كبي دي اف، انت تروح عند سيف از وتحدد هنا البي دي اف، شايف ملف البي دي اف، سمي الاسم بهوم وورك 1 مثلا، خلاص هوم وورك 1 بس، وبعدين روح عند براوز، حدد المكان اللي انت تبغاه، سوي لها مجلد خاص. فانا مثلا حاطها عندي في ال هنا، حاطها في نيو هوم وورك وحافظها. حلو، حافظها هنا كملف، المهم ان انت حتحفظها كملف بي دي اف. طيب انت حفظتها كملف بي دي اف، هتسوي نفس الشيء في الملف الثاني. شوف هذا الملف الثاني اللي هو ايه، الواجب الثاني، حاط لك هنا شكل الرسمة، شكل رسمة الواجب الثاني. عندك هنا الواجب الثالث برضه، الواجب الثالث طبعا هو الرسمة الثالثة بس هو غالط، حط لك نفس الرسمة بس يعدلها. فانت برضه عادي حط له، تقدر تحط له نفس الملف. المهم فصار عندنا هنا ثلاثة ملفات وورد، وهنا عندك المفترض انه انت تحفظ هذه كبي دي اف اللي هي الواجب الاول، وهذا الواجب الاول بس انا مسميها 1.2، يعني الرسمة الثانية من الواجب الاول اللي حليناها مع بعض، هذا اللي فيها المرور. الواجب الثاني اللي هو هذا، حلو، الواجب الثالث والاخير اللي هو هذا، ان شاء الله انه وضحت الصورة. حلو، الان هذا ملف الورد الاول اللي احنا حملناه من هنا من البلاك بورد. حلو، انت مطلوب انك تحفظه كبي دي اف وتدمجه مع الواجبين الاولى هذه، عشان في النهاية انت تطلع بالنتيجة هذه. هوم وورك 1 شوف فوق هنا هيكون ايه، هيكون عبارة عن اول صفحة اللي هو هوم وورك 1، مكتوب فيه اسمك ومكتوب فيه رقمك الجامعي، وبعد كده الصفحة الثانية موجود فيه الواجب هذا اللي هو الواجب ده، ما يهم الترتيب يعني، لو حطيت ذي قبل ذي عادي، بس اهم شيء انه ايه، اول شيء السؤال بعدين الاجابات، بعد كذا هذا اللي هي حق المرو. هذا الواجب الأول، نروح للواجب الثاني. الواجب الثاني اللي هو ايه، homework 2، شوف مكتوب هنا 2، اسمك رقمك الجامعي وتحط الايه الرسمة، وبعد كذا homework 3، هذا هو homework 3، شوف homework 3 هنا مكتوب رقم 3، اسمك ورقمك الجامعي، وبعد كذا تحط له الحل تحت. صح انه هو هنا غلطان في الصورة، بس انت لازم تحطها تحت، هو معروف انه هذا هو الواجب. خلاص تحط له هاي، تحط له السكشن، وتحط له التوب فيو، بس هو المفترض بس تحط له المطلوب. هو ايش طالب منك؟ طالب منك سايد فول سكشن فيو، طالب منك التوب فيو اللي هو ايه، اللي هو هذا وهذا، بس انا مضطر ان ادخل هذا. شوف انا حطيت السكشن هنا في التوب عشان يجيني زي كذا مظبوط. المهم كذا صار عندك ثلاثة ملفات، الواجب الأول ملف بي دي اف، الواجب الثاني ملف بي دي اف، والواجب الثالث ملف بي دي اف. هذه هي ثلاثة ملفات البي دي اف تسلمها. طيب كيف تحولها؟ تيجي هنا تخش جوجل،
تكتب في موقع، انا من اول جالس ابحث عن برامج بس الصراحه ما لقيت. شوفها، شايف افضل برنامج تعديل بي دي اف ما ادري ايه، المهم انه للان ما حصلت، ولكن اذا حصلت ان شاء الله راح ارسله. تكتب في جوجل اي لوف بي دي اف، هذا افضل موقع الصراحه انا دائما اعتمد عليه. انا دائما اعتمد على الله ثم على هذا البرنامج، برنامج ادوبي اكروبات، بس هذا بفلوس، فانا محمله مجانا كذا زي ما حملنا السوليد وورك مكرك. فاذا تبي تحمل مكرك دور عليه مكرك وحمله لانه حيختصر عليك كثير. المهم اي لوف بي دي اف، وانت ايش تبي تسوي في البدايه؟ المفترض انه هذا انت خلاص تكتب ملفات الوورد اللي عندك، تكتب فيها هنا اسمك ورقمك، وزي ما قلت لك تروح عند فايل وتسوي سيف، وبعد كده تحفظها كبي دي اف زي ما سويت انا في البدايه. فالمفترض ان هذه الثلاثه اصلا تكون عندك بي دي اف. فايش راح تسوي؟ بكل بساطه حتروح عند ميرج بي دي اف وتبدا تدمج البي دي اف. ها سيلكت بي دي اف ويلا روح عند المكان. انا حنسخ المسار هنا كنترول سي، راح اروح هنا احط المسار كنترول في عشان يودينا على نفس المكان اللي انا حافظ الملفات. خلاص وابدا ادمج. مفترض ان هنا يبين لي ملفات الوورد هذه، بس عشانها وورد انت المفروض تكون عندك بي دي اف، فحتحدد عليها وحتحدد على الملف الثاني والملف الثالث، وحتدمج، حتسوي اوبن، حيبدا يدمج لك اياها مع بعض. حتسوي هنا تحت ميرج بي دي اف بس، وتسوي لها ميرج. المفروض تستنى 3 ثواني هو بنفسه حيحمل لك اياها. عد لين 3، 1 2 3، خلاص حمل لك اياها تحت. اذا ما حمل لك ومره مره مره طول، اضغط على هذا وخلاص بيتحمل، بس هو غالب نحمل من نفسه تلقائي. خلاص اذا جينا سوينا شو فين مكانها بالضبط. ضايع بين الملفات. ايوه هذه هي. المفروض كمان في فوق صفحه زي ما انا سويتها اللي هي صفحه الوورد، بس عشان هي عندي وورد فما قدرت اختارها من هنا. انت حتكون حافظها بي دي اف. نفس الشيء تسويه على الواجب الثاني والواجب الثالث، وبعد كده تيجي هنا وتسلمهم او مكان ما بليز اتاتش اول هوم وورك فايل. هي اتوقع انه هنا، ما ادري، ما في الخانه هذه، فبس او ارسله على بريد المقرر او ايميله. ان شاء الله نوضح الصوره. السلام عليكم.